بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 85. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ولا تكن السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، إلا بشهادة عدلين يشهدان على أن فلانا سرق كذا وكذا في ساعة كذا وكذا من مكان كذا وكذا، يفصلون في الشهادة. وذلك لأن السرقة توجب الحد، والحد لا بد أن يثبت بشهادة عدلين، فلا تقبل فيه شهادة الفساق ولا شهادة النساء، لا بد من شهادة رجلين عدلين، أو أن يقر السارق على نفسه بالسرقة ويعترف بالسرقة، ولا بد أن يكرر الإقرار مرتين من أجل التثبت، لأنه قد يظن أن ما ليس بسرقة سرقة، فلا بد أن يكرر الإقرار حتى يرتفع الاحتمال، يرتفع الاحتمال، لأنه سيقام عليه حد صارم، فلا بد من انتفاء كل الاحتمالات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترف عنده رجل بالسرقة لم يبادر بقطع يده، بل قال ما إخالك سرقت، فكرر عليه فالرجل أصر واعترف. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده لما انتفت الاحتمالات وثبت على الإقرار. ولأنه في اشتراط الإقرار مرتين إعطاء فرصة له للرجوع، إعطاء فرصة له للتراجع لعله يتراجع ويتوب إلى الله، فلا تقطع يده. فإذا أصر واستمر على الإقرار حينئذ لا بد من إقامة الحد. نعم. ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين، وذلك أن الخطأ إنما يثبت بأحد الأمرين، بينة أو اعتراف. فأما البينة فيشترط فيها أن يكونا رجلين مسلمين حرين عدلين، سواء كان الشارح مسلما أو ذمية، وقد ذكرنا ذلك في الشهادة في الزنا. ويشترط أن يصف السرقة والحرز والجنس والنصاب، وقد رأوا ليزول الاختلاف فيه، فيقولان نشهد أن هذا سرق كذا، قيمته كذا من حرز، ويصفه بصفاته، فيقولون من حرز فلان ابن فلان، بحيث يتميز عن غيره. نعم، ما يكفي أن يقول نشهد أن فلانا سرق بهذا الإجماع، بل لا بد من التفصيل، سرق كذا وكذا من المبلغ، ومن حرز كذا وكذا، وفعل كذا، هتك الحرز، هتك القفل أو الباب، وأخذ المال،
ولا بد أن يذكر المكان الذي سرق منه وأنه لفلان بن فلان حتى تنتفي كل الاحتمالات. نعم. فإذا اجتمع الشروط وجب الحد. الثاني الاعتراف الطرفين لما رواه أبو داود في إسناده عن أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجسر قد اعتراف فقال له ما انحالك سرق؟ قال بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة قال له ما إخالك، يعني ما أظنك سرقت. هذا تلقين له، تلقين له بالرجوع والستر على نفسه. فلما أصر ولم يقبل هذا التعريض حينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. أما لو أنه رجع لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون يستر على نفسه ويترك السرقة من نفسه. نعم. ولو وجد القطع بأول مرة ما أخر ويشترط، لأن هذا حد من حدود الله. لو كان أنه يكفي به الاعتراف مرة واحدة لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويشترط أن يذكر في اعترافه شروط السرقة من النصاب والحرز وإخراجه منه. لا بد أن يصف السرقة لأنه قد يظن أن ما ليس بسرقة سرقة، ربما أنه ما يعرف السرقة ولا أحكام السرقة، يعترف بشيء وهو يجهله. فلا بد أن يذكر يصف ماذا فعل وكيف سرق حتى يرتفع الاحتمال. وهذا كله من باب الاحتياط الاحتياط للحدود والستر على الناس. نعم. وسأل ولا يطمع حتى يطالب المسروق منه بماله. نعم، إذا تم الاعتراف مرتين أو شهادة عدلين ثبت الحد، لكنه لا يقام إلا إذا طالب المسروق منه، إذا طالب المسروق منه بماله فإنه حينئذ يقام الحد. نعم. أما لو لأنه يمكن أن المسروق سامح له، إذا لم يطالب بماله يمكن أنه سامح له بأخذه ومتنازل له عن هذا الشيء، فلا يقام الحد إلا إذا طالب المسروق منه حتى يرتفع الاحتمال، احتمال الإذن له. نعم. لأن المال يباح بالفتح والإباحة، فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه أو وقفه على المسلمين أو على طائفة السارق منهم. لأنه قد يكون صاحب المال سامحاً بأن يؤخذ منه، أو أن هذا المال وقف للمحتاجين وهذا محتاج، لغير ذلك من الاحتمالات. نعم. أو أذن له في دخول حرزه فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة. أو أنه أذن له بدخول حرزه، دخول على ماله، فتح له الباب أو أعطاه المفتاح وقال الله يفتح ويدخل، أو فالاحتمالات موجودة، ولا يرفعها إلا إذا طالب بماله. فإذا طالب بماله علمنا أنه لم يأذن له وأنه لم يسمح بهذا المال لأحد، فيكون قد اعتدى عليه هذا السارق بغير إذنه. نعم. مسألة، وإذا هذا السارق أو باعه إياه قبل ذلك سقط القضاء، وإن كان بعده لم يسقط. إن كان وهبه له قبل ثبوت الحد عليه فإنه يسقط الحد. أما إذا ثبت الحد ولم يبقى إلا التطبيق وقطع يده، ثم قال وهبته له أو أعطيته إياه أو سمحت له، نقول لا، حينئذ
الحد إذا بلغ السلطان ما فيه تسامح. وصفوان بن أمية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع الذي سرق رداءه قال صفوان: هو له يا رسول الله، أنا ما أردت ذلك، يعني ما أردت قطع يده، هو له يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتيني به، يعني هلا سمحت له قبل أن تأتيني به؟ تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. نعم. بعد رفعه إلى السلطان لا يسقط عنه الحد، وأما العفو قبل رفعه فإنه يسقط عنه الحد. نعم. هذا يدل على أنه وجد قبل رفعه إليه أداء القطع وبعده لا يسقط. مسألة، لأن الحدود إذا ثبتت ما يجوز التلاعب فيها، لا بد من إقامتها، فلا يجوز التلاعب فيها أو قبول الوسائط أو الشفاعات فيها أو غير ذلك من الحيل. نعم. والصلاة، وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطر وإن كان قبله لم يسقط. الاعتبار ببلوغ النصاب وقت الإخراج، فإذا كانت يوم يخرجها تبلغ نصاب السرقة وجب القطر، وإن كانت يوم يخرجها لا تبلغ النصاب ولكن بعد إخراجها بلغت النصاب فإنه لا قطع حينئذ. نعم. وإن أصبح النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع وإن كان قبله لم يسقط. نعم. لله سبحانه السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولأنه نقصان حدث في العين فلم يمنع القطع كما لو نقص باستعماله، وسواء نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده، لأن سبب وجوب السرقة فيعتبر نصاب حينئذ. فأما إن نقص قبل الإخراج لم يجب القطع لعدم الشرط قبل تمام السبب، وسواء نقصت بفعله أو بغير فعله. وإن وجدت ناقصة ولم يدرى هل كانت ناقصة حين السرقة أو حدث النقص بعدها لم يجب القطع للشك في شرط الوجوب ولأن الأصل عليه. نعم. مسألة، وإن قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا، لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين على مالكها إن كانت باقية. لا بد مع قطع يده من إرجاع المال إلى صاحبه، إن كان باقيا رده بحاله، وإن كان قد أتلفه فإنه يضمنه بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان متقوما، لأن هذا حق مخلوق فلا بد من رده إليه. نعم. لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين على مالكها إن كانت باقية، فأما إن كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت مثليا، قطع أو لم يقطع موسرا كان أو محسرا، لأن مال
مال الغير لا بد من رده إليه أو مسامحته فيه. نعم. لأنها عين يجب ضمانها بالغرض إن كانت تاركة كما لو لم يقطع، ولأن القطع والقرب حقان يجبان للمستحقين. مستحقين لمستحق. فجازت بما حكمها كالجزاء والقيمة في الصيد الحرامي المأجور. فالسرقة فيها حق لله سبحانه وتعالى وهو إقامة الحد، وفيها حق للمخلوق وهو رد المال الذي أخذ بغير حق، فلا بد من الحقين، حق الخالق وحق المخلوق. نعم. والحديث في ذلك يروي سعد بن إبراهيم وقال ابن المنذر مجهول، ويحتمل أنه أراد بقوله إذا أقيم الحد على السارق فلا أقوم عليه. يعني مش الحديث، أعد الكلام. لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين على مالكها إن كانت باقية، فأما إن كانت تاركة فعلى السارق رد قيمتها ومثلها إن كانت مثلية قطع أو لم يقطع مسرا كان أو معسرا، لأنها عين يجب ضمانها بالرد إن كانت تاركة كما لو لم يقطع، ولأن القطع والقرب حقان يجبان للمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحرامي المأجور. والحديث في ذلك يرويه سعد بن إبراهيم. وش الحديث؟ ماذا ما ذكر الحديث؟ والحديث ايش؟ والحديث في ذلك يرويه. أيوة، وين الحديث؟ والحديث في ذلك يرويه سعد بن إبراهيم وقال ابن المنذر مجهول ويحتمل. الحديث نفسه مجهول الآن، ما ذكر وكيف بالراوي. نعم. ويحتمل أنه أراد بقوله إذا أقيم الحد على السارق فلا أقوم عليه، يعني ليس عليه غرام وجه الخطب وفي القاطع. نعم. باب حد المحاربين. انتهى من حد السرقة وينتقل إلى حد المحاربين. والحرابة سرقة، يسمونها السرقة الكبرى، حرابة هي السرقة الكبرى. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ويسمون بقطاع الطرق، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في البر أو في البلد، في البر أو في البلد، ويأخذون منهم المال مجاهرة تحت تهديد السلاح، لا سرقة وإنما مجاهرة تحت تهديدهم بالسلاح، كالذي يقف على الطريق ثم يوقف السيارة ويأخذ المال الذي مع صاحبها أو يقتله أو يهدده بالسلاح أو لا يقطع الطرق، لأن الله جل وعلا يريد أن تكون الطرق آمنة حتى تتم مصالح العباد وتنتظم أعمالهم وتجاراتهم. فإذا وجد من يخوف الناس ويهددهم في الطرق تعطلت المصالح وتوقفت السبل وحصل الخوف والرعب عند الناس، فالله جل وعلا شرع حدا رابعا لهؤلاء. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا التنويع في العقوبة تابع لأنواع الجريمة، فإن قتلوا ولم يأخذوا المال وإنما قتلوا فقط
فإنه يتحتم قتلهم، يتحتم قتلهم من باب الحد لا من باب القصاص، حتى لو سمح أولياء المقتول لا يسقط الحد، لأن هذا حق لله جل وعلا. فإذا قتلوا ولم يأخذوا المال وجب قتلهم حتما أن يقتلوا أو يصلبوا. إذا قتلوا وأخذوا المال جمعوا بين جريمتين تحتم قتلهم وصلبهم على الخشب، فيقتلون ثم يصلبون على الخشب أمام الملأ حتى يرتدع الناس عن هذه الجريمة. وإن أخذوا المال ولم يقتلوا وجب قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ورجله اليسرى من مفصل الكعب، ثم تحسمان ويترك مقطوع اليد والرجل. وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ولكن أخافوا الطريق، هددوا الناس وأخافوا الطرق، وجب إمساكهم وحبسهم أو طردهم من البلاد أو ينفوا من الأرض. عند الجمهور أن النفي من الأرض هو طردهم من البلد، يطاردون فلا يتركون يأوون إلى بلد، تكون وراهم مطاردة دائما. وقيل إن المراد بينفوا من الأرض حبسهم وسجنهم حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك كله من أجل تأمين الطرق والمسابلات بين الناس ونقل البضائع ونقل الأموال والمصالح، فلا بد من أمن الطرق. نعم. باب حد المحاربين، وهو الذين يعلمون للناس في الصحراء جهره لياكلوا اموالهم. وحتى في البنيان، حتى لو ولو عرضوا للناس هجموا عليهم وبيوتهم معهم سلاح واخذوا المال يعتبروا قطاع طرق. نعم، سواء في الصحراء او في البنيان. نعم. فمن قتل منهم واخذ المال قتل، وان اتى صاحب المال وقلب حتى يشتهر ودبع إلى أهله. نعم، إذا قتلوا وأخذوا المال وجب أمران، القتل والصلب، ولا يسقط القتل عفو صاحب القتيل، لا يسقطه، لأن هذا حد لله سبحانه وتعالى. نعم. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حدا لا قصاصا، قتل حدا ولا يصلب، بل يقتل ويدفن على طول. نعم. وإذا أخذ المال ولم يصلب قطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسب ذا وقضي سبيله. إذا أخذ المال بالسلاح ولم يقتل نفسا فإنه يجب قطعه، قطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، ما تقطع يده اليوم وبعد مدة تقطع رجله، لا، جميع في مقام واحد ليذوق النكال والعقوبة. نعم. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل يخير الإمام فيهم، وقيل إن أو للتخيير، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم، إن أو للتخيير، فيخير الإمام بين هذه العقوبات، يطبق ما يراه رادعاً للمجرمين، ولكن الصحيح الأول أن أو ليست للتخيير وإنما هي للتنويع، وأن العقوبة تختلف باختلاف الجريمة، هذا هو الصحيح. نعم. نعم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقوا إلى الأرض وأرضوا بالتخيير. على هذا القول. نعم. وقيل إن قتل قتل وإن أخذ المال قطع، وإن قتل وأخذ المال فالإمام مخير بين قتله وصلبه،
وبين قبره وقبره وبين أن يجمع له ذلك كله لأنه وجد منه ما يوجب القدر والقدر. القول الأول هو المنسجم مع الآية. القول الأول أن أو للتنويع وليست للتقييد هو المنسجم مع الآية الكريمة، وهو المنسجم مع واقع الجرائم وأن كل جريمة لها عقوبة. نعم. لأنه وجد منه ما يوجب القدر والقدر فأشبه ماله زنا وسرق. نعم. إذا قتل وأخذ المال قطع ثم قبل ثم صرف. المؤدى واحد. نعم. قال مالك: إذا قطع الطريق فإقراءه بما جلد البرائي قتله، وإن كان جلد البرائي له قطع. ولنا على أنه لا يقتل إذا لم يقتل. ولنا يعني انتصار للقول الأول أن أو للتنويع وليست للتخيير. نعم. ولنا على أنه لا يقتل إذا لم يقتل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لكم دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: كفر بعد ايمان، او ظلم بعد احصان، او قتل نفس بغير حق. واما او فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما مثل قولنا فاما ان يكون توقيفا او لغه واجب ما كان فهو حجه يدل على انه بدا بالاغلط فالاغلط على أنه للتنويع. نعم. الأغلظ فالأغلظ. نعم. أن يقتلوا هذا أغلظ شيء، أو يصلبوا هذه بعدها، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف هذه بعد، أو ينفوا من الأرض، هذا بحسب الجرائم. نعم. وعقوبة القرآن فيما أريد به التخيير أن يجادلوا بالأخر فكفارة اليمين، وما أريد به التأثير بدأ فيه بالآغض فالآغض كفارة القتل. يدل عليه أن العقوبات تختلف باختلاف الأجرام. نعم. باختلاف الإجرام. تختلف باختلاف الإجرام. نعم. ولذلك اختلف حكم الزاني والقاذف والسارق، وقد سوي بينهم ما اختلاف جناياتهم. وبهذا نرد على ذلك، فإنه إنما اعتبر الجلد والطيب، وهو على خلاف الأصول التي ذكرناها. وقول أبي حنيفة لا يصح، لأن قطع الوجب بحق الله سبحانه لم يخير الإمام فيه كقطع السائر، وكما لو انفرد بأخذ المال. طيب، واللي بعده؟ نعم. مسألة: ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع به السائر، لقوله صلى الله عليه وسلم. على الحكم الثالث، وهو إذا أخذ المال ولم يقتل وجب قطعه من خلاف، لكن بشرط أن يكون المال الذي أخذه يبلغ النصاب، نصاب السرقة. فإن كان أقل من نصاب السرقة فإنه لا يجب القطع. نعم. لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: قياسا للسرقة الكبرى على السرقة الصغرى. نعم. مسألة: ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا يخفي من الأرض. هذه العقوبة الأخيرة، إذا حصل منهم تهديد للمسافرين ولكن ما وقع منهم جرائم، ولكن خوفوا الناس، فهؤلاء حقهم النفي، يطردون من البلاد حتى تخلو البلاد منهم ويأمن الناس من شرهم. نعم. وقوله سبحانه: أو يؤذى من الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: النفي في هذه الحالة يعني في حق من لم يقتل ولم يأخذ مالا ولكنه أخاف السبيل، ونفيه تشديده عن الأنصار والبلدان، فلا يتوجه إلى بلد لظاهر الآية، فإن النفي الطرد والإبعاد. نعم. يطرد عن البلاد ولا يترك يأوي إلى بلد، فإذا لوحق ومنع من دخول البلدان تورط بسبب ذلك بلا شك، لأن الإنسان يحتاج إلى البلد. هذه عقوبة له، كما أخاف الناس فإنه يجب أن يخاف هو، يخوف هو
من باب المقابلة، هو أخاف الناس فيخوف. نعم. ويكفيه تشريفه على الأبصار والبلدان فلا يستطيع به إلى بظاهر الآية، فإن النفي أخطر والإبحار، وأما الحمس فهو الإمساك وهما متنافيان. نعم. مسألة: ومن كان قبل قدرة علي سقطت عنه حدود الله ووقف لحقوق الله. إذا جاء قطاع الطرق وسلموا أنفسهم تائبين قبل أن يمسكوا، هم من أنفسهم ندموا وجاءوا وسلموا أنفسهم، فإنها تقبل توبته، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. أما إذا أمسكوا وهم على جريمتهم ثم تابوا بعد الإمساك فإن هذا لا يسقط عنهم الحد، توبتهم بعد إمساكهم والقدرة عليهم لا تسقط عنهم الحد. لكن إن كانت توبة صحيحة تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى فيما بينهم وبين الله، أما في الدنيا فيقام عليهم الحد. نعم. ومن تاب قبل القدرة عليه، لأن الله جل وعلا لما ذكر عقوباتهم قال: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فجمع لهم بين عقوبتين: عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. إلا إذا تابوا فإنها تسقط عنهم عقوبة، إن كانت التوبة قبل القبض عليهم تسقط عنهم العقوبتان، وإن كانت بعد القبض عليهم فإنها تسقط عنهم عقوبة الآخرة، أما عقوبة الدنيا فلا بد من إقامتها، لأن الحدود إذا بلغت السلطان وتقررت فلا بد من إقامتها ولو تاب الإنسان. نعم. ومن تاب قبل القبض عليه سقطت عنه حدود الله وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. نعم. لا نعلم في هذا خلافا، ودليله قول الله سبحانه: إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، ويسقط عنهم تحتم والقتل والصد والقهر والنفي، ويبقى عليهم القصاص بالنفس والجراح وغرامة المال والدية بما لا قصاص فيه. يعني إذا تابوا قبل إمساكهم وإلقاء القبض عليهم يسقط عنهم ما كان حقا لله ويبقى ما كان حقا للمخلوق من أخذ مال أو قتل أو جراح، فلا بد من مسامحة صاحبها، وإلا فإنه يقتص منه، لأن حقوق المخلوقين لا تسقط بالتوبة، حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة لا تسقط بالتوبة. لا يمكن الإنسان يأخذ أموال الناس ثم يقول أنا تبت ولو تاب، لا بد من رد المال إلى صاحبه ولا بد من ردع المجرم هذا. نعم. ولأنه إذا تاب قبل قدرته عليه فالظاهر أنها توبة الإخلاص، وأن توبة بعد قدرته عليه فالظاهر أنها تخلص من إقامة الحد عليه فلا تفيده. يكفي قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، يكفي. الله جل وعلا إنما استثنى الذين تابوا قبل إلقاء القبض عليهم، أما بعد القبض عليهم فلا تنفعهم توبتهم في الدنيا ولا تسقط عنهم الحد ولا حقوق الآدميين، إنما فيما بينهم وبين الله إذا كانت صادقة فإن الله غفور رحيم. نعم. وأما حقوق الآدميين التي ذكرناها من القصاص وغيرها فيؤخذ بها ولا تسقط بالتوبة، فما لو أخذ شيئاً حرفك شيئاً وهو غير محال به ثم تاب فإنه يلزم به إلا أن يعفو صاحبه. مسألة: ومن عرض له من يريد نفسه هذه قضية دفع الصائل. الصائل هو الذي يصول على الإنسان يريد قتله أو يريد ماله أو يريد الفجور بمحارمه،
سواء كان في بر أو في بيته، يجيه واحد صائل يهجم عليه يريد قتله أو أخذ ماله أو الفجور بامرأته، فإنه يدفعه بأسهل ما يمكن، يدفعه بأسهل ما يمكن، فإن لم يندفع إلا بقتله قتله ولا شيء عليه. إذا لم يندفع إلا بقتله قتله ولا شيء عليه لأنه ظالم، ولا شيء على القاتل لأنه مظلوم يدفع عن نفسه. نعم. ومن أعرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحه، وحتى حريم غيره، لو واحد هجم على جارك ولا على حريم أحد المسلمين يجب عليك أن تدافع هذا الظالم وهذا الصائم، لأن حرمة المسلمين مثل حرمتك وإخوانك، تدافع عنهم، فيدفع بالأسهل فالأسهل. إن كان يرتدع بالكلام والنهي فإنه يكتفى بذلك، وإن كان لا يرتدع إلا بالضرب فإنه يضرب حتى يكف، وإن لم يرتدع بالضرب فإنه يقتل، آخر شيء القتل دفعا عن الحرمة. نعم. نعم. قتل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه قال: رأيت إن جاء أحد يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة. نعم. وذلك أن من عرض لإنسان يريد نفسه أو ماله أو حريمه فإنه يجوز له دفعه عن نفسه وماله وحريمه بأسهل ما يندفع به، كما يجوز ذلك في أهل البغي، فإن كان يندفع بالقول لم يجد الفرق. إذا كان يندفع بالقول والنهي والتهديد إلا منك هددته وزجرته يروح، فلا تضربه، وإن كان لا يندفع إلا بالضرب ضربته، وإن كان لا يندفع إلا بالقتل فلا بد من قتله، وهو ظالم مغتصب ومعتدي. نعم. فإن كان يدفع لأنه معتدي. نعم. يعني أنه قتله بدافع شر فلم يضمن كالباقي. نعم. ويعني أنه قتل بلا قتل فصار كأنه القاتل لنفسه، وجعل دافع فهو شهيد، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. قال ابن خلاب الإسلامي: فلأنه قتل لدفع غائب فكان شهيدا كالعادل يقتل الباقي. سواء كان القاصد ذكر أنه مدة كبيرة أو صغيرة، وهذا الحكم فيما كان عليه السلاح أو دخل منزله بغير إذنه للسلاح، فأمره بخروج فلن يفعل، فله أن يخرجه بأسهل ما يمكن على ما سبق فيما حاول له من يريد نفسه أو ماله. نعم. حتى الدابة إذا صالت ولم تندفع إلا بقتلها فإنها تقتل وتكون هذا. لو صال عليك دابة من جمل أو غير ذلك هجم عليك فلك أن تدفعه بأسهل ما يمكن، فإن لم يندفع إلا بقتله قتلته ولا شيء عليك. نعم. فسأله: فمن صلت عليه فيما
فلا أخذ الرباب من ثيابه ولا رمان عليه، وذلك أنه من صارت عليه كريما فلم يقدر فلم يقدر على دفعها إلا بأخذها جاز له قتلها إجماعا، وليس عليه ضمانها إلى كان في غيره. وقال أبو حنيفة لأنه إتلاف بحق فلم يوجب الضمان. نعم. وقال أبو حنيفة عليه ضمانها لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه، وكان عليه ضمانه كالمقتضي الى طعام غيره. ولنا كلام هذا ما هو صحيح. تصول عليك دابه وتريد افساد مالك او تريد قتلك وتقول اذا قتلتها تضمنها، كيف يكون هذا؟ نعم. ولنا انه قتله بالدفع الجائز فلم يضمنها في العقد، ولانه حيوان يجري اهلاكه بجنائه فلم يضمنه كالادمي. إذا كان الآدمي لا يضمن فكيف تضمن البهيمة؟ نعم. ويخالف المضطر فإن طعاما لم يلجئه إلى اتلافه. ولهذا لو قتل صاحب الصيد للمجاعة ضمن، ولو قتله للسجاد لم يضمن. طيب نعم اللي بعده. ومن ضمن الطاعة في ذلك الإنسان، هذه قضية قضية البيوت، والذي يتطلع إلى عورات البيوت يطل من السطح أو من خصاص الباب أو من أي أو يتسمع إلى حديث الجيران، فهذا ظالم. ولصاحب البيت أن يفقأ عينه إذا رأوه يطل على بيته أو من خلال فرجه أو من خلال باب أو من خلال سطح يطل عليه، فلو أخذ حصاة وضرب عينه بها وفقها فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه ظالم. نعم. لأن البيوت لها حرمة، ما يجوز للإنسان أن يتصنت على بيوت الناس أو يتطلع إلى عورات الناس أو يطل على عورات النساء في البيوت، مثل ما يفعل بعض الفسقة يأخذ معه مكبر، هل يسمونه مكبر الرؤية، هذا دربيل، يسمونه الدربيل، ويطل على بيوت الناس وعلى عورات النساء في البيوت، هذا ظالم يجب ردعه. ولو أنه ضربه بحصاة أو بأي شيء أذهب عينه التي تطل فلا شيء على صاحب البيت. نعم. ومن اطلع في ذلك إنسان أو غيره من خصاص البيت، من خصاص الباب أو نحوه، من خصاص الباب أو نحوه، فحدثه بحصاة فقال عينه فلا ضمان عليه. ذلك لأن الله جعل للبيوت حرمة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فالبيوت لها حرمة، لا يجوز لأحد أن يتطلع إلى ما بداخلها من أي طريق، طريق السطح، من طريق نافذة، من طريق الباب، لا يجوز له ذلك، من طريق المكبرات البصرية هذا أشد. هؤلاء العابثون في حرمات الناس يجب ردعه، حتى لو فقئت عينه التي فيها نصف الدية، لو فقئت فإنها تكون هدرا. نعم. فحدثه بحصاة فقاء عليه فلا ضمان عليه. وقال أبو حنيفة يضمنه لأنه لو ذكر المسجد ونظر فيه أو نام من فراده إلى دون الفرد لم يجز له قلع عينه فمجرد النظر حولها. ولنا هذا كلام نعم سليم. نعم. ولنا ما رواه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأة اطلع عليه بغير إذن فحنثته بحصاة. هذا نص
هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم. لو أن أحد اطلع عليك بغير إذنك حذفته بحصى، هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حذفته بحصى فبقعت عينه لم يكن عليك بناء. نعم. وعن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحك راسه بمدراس في يده. مدراس في يده. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر في هذان نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن من اطلع في بيوت الناس بغير إذنهم من خصاص الباب أو من أي مكان أنه ظالم، وأنه لو فقعت عينه دفعا لشره أن ذلك هدر. نعم. مسألة: فإن عرض إنسان يده فانتزعها فسقطت منه. كذلك من دفع الصائل، من دفع الصائل أيضا لو أن إنسانا عض إنسان، عض يد إنسان، عضها بأسنانه، فالمعضوض جذب يده أسقط سن العاض فلا شيء عليه، لأنه يريد أن يخلص يده من هذا الصائل عليه، في حين أن السن إذا جني عليه كما سبق فيه دية، فيه خمس من الإبل. لكن إذا كان الذي أسقطها يريد تخليص يده من هذا العاض فإنه لا شيء عليه، بدليل الحديث الذي عض يد رجل تشاجر اثنان فعض أحدهما يد الآخر، فالمعضوض نزع يده فأسقط ثنية العار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك. نعم. فإن عض إنسان يده نزع فسقطت ثنايا فلا رمان عليه، لما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنايا، فاختصروا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض احدكم يد اخيه كما يعض الفحل، لا يد لك، متفق عليه. نعم. وهذا من هذا من دفع الصائل ايضا، هذا من دفع الصائل وكف العدوان. نعم. أهل البغي هم الذين يخرجون على إمام المسلمين، أهل البغي هم الذين يخرجون على إمام المسلمين يريدون شق عصا الطاعة، هؤلاء هم البغاة. فيجب على الإمام أن يراسلهم ويسألهم عما ينقمون عليه، فإن ذكروا شبهة أزالها أو مظلمة أزالها، فإن لم يرتدعوا فيجب على الإمام ويجب على المسلمين أن يقاتلوهم حتى يكفوا شرهم، قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا أمر والأمر للوجوب، حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالفئة الباغية إذا لم ترتدع وأصرت على شق عصا الطاعة والخروج على إمام المسلمين فإنه يجب على إمام المسلمين ويجب على المسلمين أن يقاتلوهم دفعا لشرهم، ومن قتل منهم فهو هدر، من قتل من البغاة فهو هدر وإن كان مسلما، لأن هذا من كف العدوان ومن العمل على استتباب الأمن ولزوم الطاعة والجماعة. لا يجوز الخروج على الإمام ولا يجوز البغي بين المسلمين بعضهم على بعض بغير حق،
الله جل وعلا ينهى عن البغي في كثير من الآيات. البغي وهو العدوان على الناس، سواء العدوان على الأفراد أو العدوان على الجماعة، والعدوان على الجماعة أشد، لأنه يترتب عليه اختلال الأمن، ويترتب عليه تفرق الكلمة، ويترتب عليه محاذير كثيرة: ضياع الحقوق، تسلط الظلمة. فلا بد من ردع البغاة، واجب على المسلمين قتالهم حتى يرجعوا إلى الصواب وإلى الحق، كما قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قاتل البغاة والخوارج حتى نصره الله عليهم، وكان هذا بمحضر المهاجرين والأنصار. نعم. لأن الإمام، إمام المسلمين، يجب طاعته والصبر على ظلمه إذا كان ظالم ولم يصل إلى حد الكفر، يجب الصبر وطاعته، لأن في الصبر مصالح عظيمة واستتباب للأمن، وفي الخروج عليه من أجل مظلمة حصلت منه أو مخالفة حصلت منه يحصل أشد من المفسدة التي تحصل من الإمام، يحصل بالخروج عليه مفاسد أكثر من المفسدة التي حصلت منه هو. ومعلوم أن ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما أمر مطلوب في الشرع، ولا شك أنه إذا انحل الأمر وضاعت الولاية ماذا تكون حال المسلمين فيما بعد؟ الانهيار وسفك الدماء وضياع الحقوق وتسلط الأعداء وتفرق الكلمة، منكرات عظيمة أشد من المنكر الذي ينكرونه على الإمام المسلم. ففي الصبر عليه ولزوم طاعته مصالح عظيمة، في الخروج عليه مفاسد أكثر. وما خرج جماعة على إمامهم، هذا معروف في التاريخ، أنه ما خرج جماعة على إمامهم إلا كانت الحالة أسوأ مما كانت من قبل، هذا شيء معروف. نعم. ولهذا حث صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والصبر على ولاة الجور، صبر على جورهم وعلى ظلمهم، لما يترتب على ذلك من المصالح، ولما يترتب على الخروج عليهم من المضار العظيم. نعم. فالخوارج والمعتزلة يقولون أن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقول لهم: هذا هو المنكر نفسه، خروجكم على الإمام هو المنكر نفسه، لأنكم خالفتم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرضتم المسلمين للأخطار، فأنتم فعلتم منكرا أشد من الذي يحصل من الإمام ما دام أنه لم يصل إلى حد الكفر. نعم. وهم خارجون عن الإمام يريدون رسالته عن مصيره، وهم من أهل الحق يريدون يخرجون عن قضاء الإمام بتأويل سائر عندهم تأويل ظنوه صحيح، صار شبهة لهم، فلذلك سميناهم البغاة. أما إذا لم يكن لهم تأويل أو لهم تأويل غير سائر فإننا نسميهم الخوارج. الخوارج هم الذين ليس لهم تأويل أو تأويلهم غير سائر، هؤلاء يقال لهم الخوارج. وأما إذا كان لهم تأويل سائر، يعني له احتمال له محتمل، فهؤلاء نسميهم البغاة. نعم. وفيهم منع يختال بشخصهم إلى جميع الجيش، إلى جمع أما إذا كان ما لهم منع، وإنما هم أفراد من الناس يتكلمون ولكن ليس لهم شوكة ولا منع، ففعلهم هذا منكر،
ويتخذ معهم ما يردعهم، لكن لا يقاتلون إلا إذا كان لهم شوكة ومنع، معهم سلاح يهددون الناس. نعم. فهؤلاء هم القضاة، فعلى المسلمين معونة إمامهم في تخفيهم عنه، واجتماع الصحابة رضوان الله عليهم على قتال القضاة، وقاتل أبو بكر مالي الزكاة، وعلي قاتل أهل الأطراف يوم الجمعة، وأهل الشام يوم الصفين، وأهل النهران. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعطى إماما صدق بيده وتبارك قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر يناجله. قضية الجمل ما هي مثل قضية النهروان، قضية الجمل ما هي مثل قضية النهروان. ليت المصنف لم يذكرها، قضية النهروان مع الخوارج، وأما قضية الجمل فهي مع صحابة من المهاجرين، فيهم عائشة هم المؤمنين، فقضية الجمل لها وضع خاص. نعم. قضية الجمل هم يطالبون بقتلة عثمان، طالبون بقتلة عثمان يقتص منهم، وعلي رضي الله عنه يقول: أنا لا أتمكن الآن، لأن ما تم الأمر له حتى يتمكن من القبض عليهم وإقامة القصاص عليهم، لكنهم في جيش علي رضي الله، هم اندسوا في جيش علي بلية، فكل من الفريقين علي رضي الله عنه وطلحة والزبير وكل منهم له تأويل وله اجتهاد في وقعة الجمل، ليست مثل وقعة النهروان. النهروان بين علي والخوارج، والخوارج طائفة ضالة لإجماع المسلمين. نعم. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعطى إماما صدق بيده وتبارك قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر يناجحه فاضربوا عنقه الآخر. رواه مسلم. هذا أمر بقتل الذي يريد شق عصا الطاعة، إذا جاء واحد ينازع الإمام الذي له البيعة على المسلمين يجب قتل هذا المنازع لأجل كف شره عن جماعة المسلمين. إذا تمت البيعة لإمام المسلمين من أهل الحل والعقد وجبت طاعته وحرم الخروج عليه، فإن جاء أحد ينازعه ويريد إزالته فإنه يجب على المسلمين أن يقاتلوا هذا الشيء، إن كان فردا يقتل، وإن كان جماعة لهم شوكة يقاتلون. نعم. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إذا قضي عن خليفتين فاقتلوا الآخر منهما. البيعة للأول، وأما الثاني فيكون من أهل البغي يقتل. نعم. وفي حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون هناك يجب أن يقتل. نعم. فمن اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته. المراد ما هو يعني لازم كل المسلمين، لكن المراد أهل الحل والعقد، لأنهم ينوبون عن بقية المسلمين، أهل الحل والعقد ينوبون عن بقية المسلمين، ما هو لازم كل واحد فرد أو امرأة لازم يبايع ويرضى، لا، المسلمين يد واحد، يد واحد، يتبعون ولاة أمورهم ويتبعون علماءهم ويتبعون أهل الرأي منهم. نعم. فمن اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته، لما ذكرنا من الحديث وإجماع الصحابة وكذلك. هذا باب عظيم، باب السمع والطاعة وتحريم الخروج على إمام المسلمين، تحريم شق عصا الطاعة، ولو وقع من إمام المسلمين بعض الأخطاء وبعض المخالفات ما دام لم تصل إلى حد الكفر
فإنه يناصح بلا شك، يناصح ويبين له، ولكن لا يجوز الخروج عليه لما في الخروج عليه من المفسدة الكبرى والعظمى، كما حصل هذا على مدار التاريخ، أن ما خرج أحد على إمام المسلمين إلا حصل مفاسد وقتل وقتيل، سفك دماء وانتهاك أعراض شرور. نعم. وكذلك ثبتت إمامته لأحد الذي قبله. الإمامة تثبت بأحد ثلاثة أمور، بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول البيعة، إذا اختاره المسلمون وبايعوه. الأمر الثاني العهد، إذا عهد ولي الأمر، وهذا كبيعة أبي بكر رضي الله عنه. النوع الأول كبيعة أبي بكر رضي الله عنه، ثبتت إمامته بالبيعة وبالنصوص الإشارات، ما فيه نصوص ظاهرة لكن فيه إشارات، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة في مرضه وأبى أن يؤم الناس إلا أبا بكر، فهذا إشارة إلى توليه الأمر من بعده. ولهذا قال الصحابة: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ فبايعوه رضي الله عنه وتمت بيعته. الأمر الثاني العهد، إذا عهد ولي الأمر إلى أحد بعده فإنه يقوم بالأمر، تتم له البيعة، كما عهد أبو بكر إلى عمر، فولاية عمر ثبتت بالعهد، بعهد من قبله. الأمر الثالث، إذا استولى على المسلمين بسيفه وقوته وأخضعهم لسلطانه فإنها تجب طاعته، لأجل جمع الكلمة وتحريم سفك الدماء، ما دام انه مسلم تغلب على الناس بسيفه وجب الطاعة. قالوا هذا مثل عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان تغلب على الناس بقوته وسيفه وأطاعوا له وخضعوا له وانقادوا له، أدل على أنه إذا تغلب واحد من المسلمين بسيفه على الناس واعتبر نفسه إماما لهم أنه تجب طاعته. هذه طرق ثبوت الولاية في الإسلام ثلاث: البيعة، العهد، التغلب. نعم. نعم. هذا من حيث الأصول لا يعتبر حرزا، ولكن بمناسبة أنه كثر في الناس وأنه كذا، هذا لو يعرض على هيئة كبار العلماء ينظرون فيه، ينظرون فيه، الله أعلم. نعم. لا شك ان فعله حرام ولا يجوز، ويجب عليه رد ما اخذ، هذا اعتداء، عدوان، ظلم، يجب عليه رد ما اخذ، لكن الكلام في قطع يدها، تقطع يدها او لا، هذا يحتاج الى نظر. نعم. ان كان السياره عندها حارس او عندها صاحبها وجاء وهتكها واخذ المال، هذا يعتبر سرقه، تقطع يدها لانه محرز بوجود الحارس عندها او وجود صاحبها. نعم. الشيخ رحمه الله: إذا بلغ الحد إلى الحاكم فلا سخط فيه حتى لو عرف صاحب الحق، فهل يعلم عن أن يحمل عليه بالقصاص في ساحة القتل؟ يعد ذلك قصاص حق للمخلوق، إذا سمح به سقط ولو كان في ساحة القصاص، لأنه يعني حق محض للمخلوق، ولذلك خيره الله بين العفو وبين أخذ الدية وبين القصاص، إما أن يعفو مجانا وإما أن يقتص وإما أن يأخذ الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم.
فأمر بالقصاص ورغب في العفو، رغب في العفو لأن هذا حق للمخلوق. نعم. وإذا الشيخ حفظكم الله، السرقة من المال العام هل يطلق إلى حد السرقة ومن يطالب بالحد؟ لا، ما يعتبر من السرقة لأن له شبهة، له شبهة الاشتراك فيه، لأن إذا المال العام له شبهة الاشتراك فيه أن له فيه حق، لكن يؤدب بما يراه ولي الأمر رادعا له. نعم. وقد الشيخ فرقه الله في أثناء الجهاد والفجاعات فتطبق الحدود نهائيا على من فعلها، هل تطبق عليهم بعد الرجوع إلى الغزو؟ هذا سبق أنه في أرض العدو، الغزو المسلمين إذا كانوا في أرض العدو لا يقيمون الحد على من ارتكبه منهم، لأن هذا يضعف شوكة المسلمين أمام العدو ما دام في أرض العدو، والله أعلم أنه يسقط عنه، يسقط عنه في المستقبل. وكذلك في المجاعة، عمر رضي الله عنه في عام الرمادة لم يقطع الذين يأخذون ما يأكلون، لأنهم يأخذون للضرورة، يأخذون المال للضرورة، أنهم لو لم يأخذوه هلكوا، هذا من باب الضرورة، والله جل وعلا يقول إلا ما اضطررتم إليه، هذه ضرورة. نعم. فضيلة الشيخ رحمكم الله، هل لا بد من قطاع الطرق من تسليم أنفسهم للدلالة على توبتهم، أم يكفي تفرقهم وانتهاءهم؟ لا، لا بد من تسليم أنفسهم، مش يدرون أنهم تائبين إلا إذا سلموا أنفسهم وجاءوا نادمين، مجرد تفرقهم ما يدل على توبته، نعم، ربما أنه مكيدة. نعم. فضيلة الشيخ رحمكم الله، إذا ثبت أن السارق هو في جماعة سراق كبيرة واعترض الاسم على كبيرهم الذي اعترف على السرقة، فما حكمه؟ لا يقبل اعترافه على غيره، وإنما يقبل اعترافه على نفسه فقط، ولا يقبل اعترافه على غيره. نعم. لكن يكون اعترافه على غيره من باب الشبهة التي، من باب الشبهة والقرينة التي توجب أن يناقش هذا الغير وأن يجرى معه التحقيق، لكن لا يثبت عليه حد بمجرد اعتراف غيره عليه. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم فيما يسمى الآن بالعصابات الكبيرة إن قبض عليها بدون سرقة بل بناء على سرقات قديمة؟ العصابات إن كانت مسلحة هؤلاء قطاع طرق يجب عليهم إقامة حد قطاع الطرق، أما إن كانت غير مسلحة وإنما هي للنشل والسرقة هذه يطبق عليها حد قطع حد السرقة من توفرت فيه شروط حد السرقة يقام عليه الحد. نعم. وقال الشيخ حفظكم الله، إذا اعتبر السارق السرقة أكثر من مرة، وفي كل مرة لا تبلغ النصاب، فهل تجمع هذه السرقات بحيث تكون النصاب أم لا؟ لا، ما تجمع حتى تبلغ النصاب، كل سرقة لها حكمها المستقل. نعم. الشيخ رحمه الله، من صال عليه صائل على حبيبه فقد تأخذه الغيظة ويشتاق غضبه، فلا يفكر المصلوب عليه بجد اللحظة بما يدعه، فقد يباشر بقتله فهو قد يندفع في أسهل العلاج، فهل على ما في شيء؟ هذا يرجع فيه للمحكمة، تحقق فيه المحكمة، شوف حقق فيه المحكمة، لأنه قد يدعي، يمكن أنه عازمه بعد، يمكن أنه عازمه ولما دخل بيته اقتله قال هذا صائل علي، هي ما تقبل دعوى الناس، لازم من التحريات، وهل هذا الشخص له سوابق وكان يصول على الناس له سوابق او ما له، او معروف بالنزاهه ومعروف بالعفه، ينظر في القرائن، وهذا من شان المحكمه. نعم. وهذا الشيخ وفقكم الله، بالنسبه لاصحاب الهيئات الذين بشراط ولدي مناصب الطبيعه الحساسه، هل يقام الحد عليهم وصحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إدراء عن أهل الهيئات أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ إلا في الحدود، نعم، الحديث ورد إدراء عن أهل الهيئات عثراتهم إلا في الحدود، أما الحدود فليس فيها مواربة، قال صلى الله عليه وسلم وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ما في مواربة، قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد.
فالحدود ما فيها فرق بين الكبير والصغير، وإنما هذا في الأشياء التي لا تصل إلى الحد ولم يجري منهم من قبل شيء، هذا يستر عليهم ويستتابون ويستصلحون. نعم. هذا ذكرنا، قلنا أنه كما يدفع عن نفسه وعن حرمته يدفع عن نفس غيره وحرمة غيره من المسلمين، يدفع التي هي أحسن شيئا فشيئا. نعم. قال الشيخ وفقكم الله، إذا تسبب ترك المطلع على الموت إلى موته فما الحكم في ذلك؟ هدر، إذا خطئت عينه نشأ عن ذلك أن تسمم الجرح وسرى قتل الشخص فهو هدر، لأن ما ترتب على المأذون، ما ترتب على الفعل المأذون فهو هدر. نعم. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بفقع عينه. نعم. فلو ترتب على فقع عينه وفاته فهي هدر، لأنها ناشئة عن فعل مأذون به شرع. نعم. يا شيخ وفقكم الله، إذا صلى إنسان على آخر وهو في مكان بعيد ويخشى فقط إن دفعه بشيء سهل أن يعطيه الفرصة للقتل، أن يجوز قتله ابتداء؟ ذكره فيما مر قريبا، ذكر أنه إذا خشي أن يبادره بالقتل فإنه يقتله دفعا لشهوته، فإذا ظهرت عليها أمارات الشر وأنه يخشى إن لم يبادره بالقتل أن يقتله إنه يقتله دفعا لشيء. نعم. صلى الله عليه وسلم وفقكم الله، هل الخارجون على ولي الأمر إذا كان الإمام قد صدر منهم حكم صريح هل يسمون أهل بغي؟ هذا إذا كان صدر منه كفر صريح، فإن كان في المسلمين قوة يقدرون على إزالته واستبداله بغيره وجب ذلك، وإن لم يكن فيهم قوة ويخشى أنهم إذا قاموا عليه يحصل مفاسد وقتل للمسلمين أكثر فإنهم يصبرون إلى أن تكون لهم قوة. النبي صلى الله عليه وسلم قام في مكة 13 سنة والولاية بيد الكفار في مكة، لأنه لا يقدر على إزالتهم، وإنما لما هاجر إلى المدينة وحصل عنده قوة وجيش وغزاهم حينئذ تمكن من إزالته. فالمسلمين إذا كانوا مستضعفين ولا يقدرون ولو كان الوالي كافرا فإنهم يصبرون إلى أن يقيض الله لهم النصر، ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة ويهلكون المسلمين بسبب أنهم يريدون إزالة حاكم لا يقدرون على إزالته. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يجوز للمسلمين أنهم يغامرون ويوقعون المسلمين في خطر ويسلطون الظلمة والقتل عليهم وهم ما عندهم مكافأة أهل قوة مكافئة أهل دفع شر. نعم. قال الشيخ رحمه الله، هل في حد السرقة لا بد من القضي على الجاني متلبسا بجرمه، وهل يؤخذ ان قبض عليه واجبر على الاعتبار؟ هذا سبق انه تثبت السرقة بأحد أمرين، اما بشهادة اثنين واما بإقرار مرتين. اذا شهد عليه اثنان بالسرقة قطعت يده، او هو جاء واعترف مرتين انه سرق تقطع يده، له من لازم ذلك ان يوجد متلبسا بالجريمة، شهادة الشهود أو الإقرار يكفي. نعم. قال الشيخ رحمه الله، اخبر في هذا الزمان طلب الشفاعة والنصارى في أمور ليس ضرورية، ولا يبالي صاحب الحاجة في إراقة ما يوجه في الطلبات، فهل ذلك داخل في النهي عن طلب الناس وهل هو حرام؟ وما هي الحالات الثلاث التي يحدد الشارع جواز طلب المال فيها؟ المسائل الثلاثة، الأولى من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين فله أن يسأل حتى يصيب ما يسدد هذه الحمالة. الثانية، إذا إنسان فقير ما عنده شيء يأكله ولا أولاد له أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش. الثالث، الذي أصابته جائحة، إنسان غني له أموال فأصابته جائحة وأتلفت أمواله فأصبح لا مال له، فإذا شهد ثلاثة على أنه محتاج وأنه فقير وأنه لم يبق له شيء فله أن يسأل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يصل التعزير إلى فرض اليد؟ لا، ما التعزير ما يوصل به إلى الحدود، يكون دون الحدود دائما، لا يصل إلى الحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعتزم أن الإقدام على مشروع وهو ورشة إصلاح مسجلات سيارات، وحين المستفيدين من هذا المشروع سيكونون ممن سيستعملون المسجلات لسماع الأغاني، فما رأي فضيلتكم؟ والله رأيي أنك ما تشتغل بهالمهنة، لأنها كما ذكرت صلح مسجلات للأشرار، صلح مسجلات للأشرار، تكون متعاونا معهم على هذا الشيء، فأنت تطلب لك مهنة غير هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أشباه معتوه ناقص العقل، فربنا في أن يعود لا يزوج هذا ولا يحسن قوامه. يزوج إذا كان إنه بحاجة إلى التزويج يزوج من أجل إعفافه، ولأجل لعل الله أن يرزقه ذرية تقوم عليه وتنفق عليه، ما دام فيه صلاحية للمرأة وفيه قوة على العشرة يزوج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، معروف صلى خلف إمام كانت عليه نجاسة ولم يعلم بحمل إمامه إلا اليوم الثاني أو بعد أيام. المأموم صلاته صحيحة والإمام أيضا صلاته صحيحة ويغسل النجاسة إذا ما علم بها وهو في الصلاة، وإنما علم بعد الصلاة صلاته صحيحة ويغسلها للمستقبل، واللي راح معفون عنه، صلاة المأموم صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نحكم على أحد من الناس أنه فاسق ما يعلم، وأيهما أفضل، الاعتراف أم التوبة فقط؟ يحكم عليه بالفسق إذا كان يرتكب كبيرة، الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا فاسق، مثل يشرب خمر أو يزني أو يسرق، هذا يعتبر فاسق. الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب يحكم عليه بالفسق حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. المصر على الصغيرة هذا عاصي، هذا يعتبر عاصي، لكن لا يكون فاسق، يكون عاصي. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.